قبل ما تروح للمراه يا كابتن، ممكن اسالك حاجه تخص الجمهور؟ لانه مهم جدا برضو نعرف احنا بكره ان شاء الله. انا عارف طبعا انت حتى مش يعني انت مش هتعدهم ولا اي حاجه، ولكن اقصد ان بكره المباراه، هل من الممكن ان نرى مشهد مباراه بالميراس مره تانية، بمعنى ان يكون بكره الجمهور السعودي اكتر بكتير من الجمهور النادي الاهلي؟ لا لا خالص. بالمناسبه كابتن اسلام، يعني خليني اقول لك ان الساعه الكامله لاستاد النهيان النهارده بقت متاحه لكل الجماهير، يعني بقى ساعه الاستاد كامله متاحه بالنسبه لكل الجماهير. انا في اعتقادي الشخصي ان هيكون الموضوع فيه توازن ما بين الجمهور الاهلي وجمهور الهلال، ان لم يكن جمهور الاهلي اكتر في الحقيقه، لان خلاص كان جمهور الاهلي عرف ان الفريق هيلعب على مباراه المركز الثالث والمركز الثالث والرابع، فبالتالي اكيد هم حجزوا بشكل مبكر، اكيد يعني قدروا ان هم ياخدوا اماكنهم في استاد او مدرجات استاد النهيان، فبالتالي اعتقد الافضليه ممكن تكون لجماهير النادي الاهلي، مع وضع في الاعتبار بقول لك كثافه جمهور الهلال هنا وشفناها في مباراه تشيلسي كانوا كتير جدا جدا، فاكيد برضو كتير منهم النهارده بعد ما باب الحجز اتفتح تاني قدروا ان هم يحجزوا اكيد ويكونوا متواجدين. لكن المؤكد يا كابتن اسلام ان احنا مش هنشوف نفس اللي شفناه في مباراه بس هو ده المهم بالمرس. بالنسبه لي كان الجمهور تقريبا بالميرس كان الجمهور تقريبا كله مالي الملعب، جمهور الاهلي كان واخد يعني مكان كده في الملعب بس، فممكن ده اثر بشكل او باخر، لان جمهور الاهلي عنصر مهم جدا جدا بالنسبه للعيبه، يعني ده امر مهم وفرق معنا في مباراه مونتيري بشكل كبير رغم كل الغيابات والظروف اللي احنا عارفينها يعني.